أمير السماء أو طائر الصيف هو محور مهرجان خاص بالطيور الجارحة. درجة مدينة الهوارية على احتضانه في فصل الصيف من كل سنة، مما يضفي مزيداً من الحيوية والنشاط للحركية السياحية والثقافية والاقتصادية بجهة الوطن القبلي. ويرجع تاريخ مهرجان الصيف إلى سنة 1967 بالهوارية. أكيلاريا كما سماها الرومانيون، أي مدينة الجوارح، التي يحتفي سكانها بطائر الصيف إحياءً للمخزون الحضاري والثقافي الذي توارثوه عبر الأجيال. مهرجان الصيف تأسس سنة 66، كانت جات فكرة من شباب، وكان عمر شاشية هو صاحب الفكرة في الأول، صاحب الفكرة باش نعملوا المهرجان اللي أصلت البلاد وتراث الهوارية، لأني هو هذه الهواية هواية قديمة جاتنا منذ الدولة الحفصية. فما مناصب نصطادوا بها السيف منذ الدولة الحفصية، نصطادوا بشباك ثابتة وشباك متحركة. جاءت الفكرة وكانت أول مرة عمر شاشية صاحب الفكرة، وتبنته المهرجان لتأسيسه اللجنة الثقافية في ذلك الوقت، لأن ما فماش جمعية بيازرة وقتها وما فماش جمعية مهرجان، لجنة ثقافية. وكان عرس الهوارية وعرف لنا بالبيزرة، وكانت الشيوخ كانت تقوم أنشطة ثقافية، كون أنشطة ثقافية أبرزنا التقاليد والتراث في مدينة الهوارية، ومسابقات للصيد بالطيور الجارحة منهم طائر السيف وطائر البرد. مدينة الهوارية هي عاصمة البيزرة بامتياز. عروض ومسابقات طائر السيف والبرني كانت حاضرة في نادي البيزرة. بابا يصطاد مولية مخيط عليه وبرت عليه، وهذايا الطير هذايا يجي من تعدي يحب من يحب يعشش في اوروبا. في اوروبا انا هني ننصبوا له نعملوا شبكه مخزون، احنا نقولوا نعملوا كندره، ننصبوا له القلابه، احنا نقولوا احنا جايبا هو جي ياكل في الطير الجعان، هو يهبط على العصفور واحنا ما كان نقلبوا عليه جدوه. شنو هو ميزنا هذيك هي الهوايه في خديتها ورثة على بابا. تو نموتنا ما عادش فيها ورثة، جابني عندي ولادي جدا ماهوش جدا مغرومين، حتى خويا جدا ماهوش مغرومين. أنت أقدم صياد؟ لا هو أقدم واحد. نقدم واحد. في كل مهرجان تشارك؟ كل 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 كل. احكي لنا على تجربتك في المهرجان الصيف. كبير بكري خير. تو عندك ملي قداش عندك ملي تشارك في مهرجان الصيف؟ عندي 50 عام. من بدي المهرجان بدنا نشارك التو. كل عام نشاركوا في بطيرة متاعي هو طائر البرني، نشارك في مسابقة ألعاب طائر البرني، واليوم شاركنا وإن شاء الله نتحصلوا على مرتبة باهية. شنو الفرق ما بين طائر الصيف وطائر البرني؟ طائر الصيف هو طائر مهاجر، فهمتني، يصطاد طائر السمان، وبالنسبة لطائر البرني هو طائر وكري عاش جبل الهوارية ستانسيدونتير، ناخذوها نحن من الجمعية الجوية البيازرة بالتعاون مع مصالح الغابات كفرخ صغير نربي هو ويقعد ديما معنا ما نسيبوش. هو طائر معنا يسمى 100% هواري 100% تونسي. هي علاقة كعلاقة علاقة كبيرة حميمية تربطنا، خاطر استانسنا وكبرنا مع الطيور هذه، وهي علاقة وطيدة وعلاقة طيبة بين الإنسان والبرني والحيوان. احنا كل عام نجيو الهوارية من سنة بالزهر، جات الجاية مع المهرجان هذية متاع الباس، اما جو كبير فهمت، رينا حاجة جديدة، وننصح العباد كل ما تيجيو ويشوفوا ويكتشفوا بلادهم فهمت، حتى بلايص حلوين كيما تشوف، بحر كليما امبيونس باهية، هوني بلاد ناس طيبين يفرحوا بالعباد، ننصحوا العباد كل يجيو يبدلوا الجو، حلوة بلادنا تونس فيها برشا بلايص حلوين. ديما نجي كل عام لهنا الهوارية، اخويا بلاصه مزيانه وتعجبني الفي نتاعها ومناظرها وكل شيء فهمتني. قال لي راه فما مهرجان، حبيت نجي نشوف المهرجان، عجبني مهرجان تحفون بالحق، معناتها ناسها طيبين، مناظر محلاها، نتصور ديما هكا كل شيء بالحق، معناتها ما كنتش تصور بلادي هكا، معناتها فيها المناظر هذيا كل شيء، وصدقني عمل جو على الاخر.
أبار البيزر أبار كل شيء هي رياضة. مهرجان السيف هذا يعني من اللي احنا صغار نشوه جاري معانا في عروقنا في الدم، ونربي طائر السيف. تنشيط في مهرجان السيف كل عام، احنا عندنا تنشيط في مهرجان السيف، يعني في ان واحد نشاركه في مهرجان السيف وننشطه في المهرجان، يعني نكونوا عندنا بيازرة تربي السيف وبيازرة يربوا تير البورني، ناخذهم بالرانتا يعني كما نقولوا نبدأ مسابقة السيف، وبعد يلزم كل كي ياخذوا السيفان نتاعهم لخاطر تير البورني نقولوا احنا ماضي على السيف، يلزم ياخذوا تيورهم ومن بعد نبدأ في المشاركة نتاع تير البورني باش ما يضرش السيف والمشاركة تكون طيبة على الناس الكل. هو تير حر، هو مهاجر، احنا يتم القبض عليه ونحبه يعني في الترويض نتاعو في التربية، كيما صغيرك تجيب صغير أول مرة يعني صغير يزم فيه عناية من الأم. احنا بالنسبة للسيف احنا نمثلوا الأم نتاعو كيما صغير، تربية السيف يعني عندها عناية مركزة لازمك تسايسة وتتبع بشوية بشوية لين يتخرط ويولي توصل تصطاد به في الزرع تطلق سبيله يعني في جرة السمانة ويشدها ويقعد يستناك يقعد يسنك اللي انت مشيله وانت تحط عليها ايدك هكا هو ينقل غادي، يعني شنو هي ذيك التربيه. وفما اللي هو يرمي على سمانه من قله التربيه ومن مش من حسن التصرف معاه ينجم ناوي الكف يعني في الصيد نتاعو يمشي هاجر يمشي يبعد عليه ويهرب عليه وينجم يغدر في الفسعه في الماء. لكن بصفه عامه نجم نقولوا لطائر السيف هو طائر وفي. الغادم الوفي. الغادم الوفي طائر السيف واكثرهم تير البورني زاد عاشر مليح مليح تير البورني يوصل يتربى في المحال عندنا نقولوا احنا تير البورني مش بل جبناه في الدار سكنناه معانا ربيناه واحذيناه وصدنا به الحجل والسمان. عندنا بقره البيزر اللي هي معناها العمود الفقري نتاع المهرجان هذا، نعملوا معناها كما نقولوا سباق ما بين هواة البيزره من خلال اهالي معتمدي التقليبيه معتمدي حمام الرزياز معتمدي الهواريه، ثم نتوجوا المجموعه هذه مجموعه الصيادين البيزر ضمن بجوائز، معناها جوائز هي يعني مش قائمه لكن معناها اعتباريه، وهذا في يدخل في اطار ثقافه فن البيزره والحفاظ على الموروث الثقافي هذا اللي تمتاز به جهه الهواريه. بون السنه جاب صفه استثنائيه عندنا في شو نقول لك وضعنا معنا كجمعية أو كمهرجان أو كتونس ككل يعني متوسط، باعتبار أولا ساعة فما دعم غير متوفر معناها، وربما فما وعود إن شاء الله فمن المسؤولين في سواء جهويين أو على مستوى الوطني فمني نأمل وحسنون التفاتة سامية، احنا نطلب التفاتة سامية لتطوير هالفن هذايا، واحنا عنا اهداف اكثر من المهرجان في حد ذاته، عنا هدف نتاعنا اكبر ويتمثل في نحبوا هالموروث الثقافي هذايا نسجلوه لدى اليونسكو ليصبح فهمني عنا رمزية في الجمهورية التونسية باعتباره فن نبيل وحيد في الجمهورية التونسية وشمال افريقيا. الفن الرابع كان حاضرا في مهرجان السيف من خلال عرض مسرحية مش موجود لكريم الغربي، حيث كان الجمهور على موعد مع الضحك والكوميديا. اليوم في الهواري معناها في بلادي الهواري بلاد أمي، معناها أمي من الهواري من هنا، في مهرجان السيف اللي كنت نواكب فيه وأنا صغير المهرجان بتاع السيف نشوف فيهم كيفاش الحكاية كيفاش يشد السيف أكي ومسابقة كاملة والكل. المكتوب أنا اليوم رجعت الهواري بسبكتاكل ماهوش موجود، ان شاء الله يتعدى عرض باهي كومبلي قالونا اليوم والكل، ان شاء الله يتعدى عرض باهي وان شاء الله العباد تبدل الجو وتضحك تعرف صيفي والكل ان شاء الله تفرهد العباد. عندنا عروض تقريبا في تونس كامله، عندنا في المهرجانات برشا مهرجانات معناها حتى مهرجانات كبار، عندنا سنة مهرجان بوغارنين، معنا مهرجان بنزارة الدولي ان شاء الله في 24 جويلية، وعرضنا في رمضان عملنا دورة باهية متاع عروض قرابة 22 عرض في شهر رمضان. السنة إن شاء الله في الصيف زادة في أغلب المهرجانات إن شاء الله من بنزرت البنغردين كلها إن شاء الله باش نمشيو البلاصة كل إن شاء الله باش نمشيو لها في الصيف. مهرجان ديما مريقل امورنا واضحه الدوره 50 معناها خبره ياسر وصلي يعني مرحبا بكم مرحبا ان شاء الله مسرح ان شاء الله يعملونا مسرح ان شاء الله مسرح في الهواري اسمي يعملوا مسرح
خاطر توا تبارك الله مهرجان عمره 50 عام لازمه مسرح. مهرجان الصيف كل عام يعملوا به مهرجان الصيف في برشا ما تتحفو يحفلها الهواريه. اه يحفلها بالقدا بالقدا. نبداو نستناو فيه امتى يجي المهرجان. مر خويا كبش فيا حاتي تحب تجي معاك للهواريه كمان نفرح خاطر نحب نمشي للهواريه بالرغم اللي هي حبلة نحب بالله قلت لي كلهم يعملوا لي ديديكاس وكل بربي يا اخوي انا ما عنديش راه مصفق عليهم ربي هكا فرحت ياك بالرغم اللي هي حبلة جات مرت خويا حبلة في الشهر التاسع بدي شكون هنا حبلة مرت خويا فما شكون فرج الراجل هذي دي والله قلت شكون حبلة يا اخوي مشيتك نحس كيما نسيه توا قاعد تتوحم هاك وانا خويا حملة من 2006 الدولة ولد ما حبيتش تولد الدولة ولد مش كان مرت خويا راه انسان العالم الكل حبالتهم حبالة وانسان توانسة خويا انسان توانسة حبالتهم سبيسيال مش نورمال. ساحة الجمهورية هي الركح اللي احتضن سهرة فنية بإمضاء عادل يونس والكوميدي الهادي ولد بابلا. سهرة فنية جمعت ما بين الأغاني الطربية الشرقية والتونسية والكوميديا. صافي بليزير لانه اول مره انا نكون يعني موجود في الهواريه يعني معناتها باش نكونوا موجودين بالعرض نتاعنا اللي هو اسمه حفالي انا والاستاذ الكبير سلهادي والبابا الله وان شاء الله استاذ كبير انت الكوميدي الكبير اي كوميدي شنو استاذ استاذ كبير محامي معناها استاذ الكبير استاذ الكبير المحامي سبيسيال اليوم عادل ما حاجه سبيسيال اكيد هو العرض الكل سبيسيال على خاطر العرض معناتها يعني لاول مره باش يكون موجود يعني عرض حفالي باش يكون فيه الفن وباش يكون فيه الكوميديا معناتها يعني باش يكون جو كبير ان شاء الله وباش يكونوا فرحانين وباش يكون سهريه حلوه برشا وممكن يعني عنده كلمه يحب يقولها وفما حاجه اخرى ممكن في العرض هذا اللي هو اسمه حفالي واللي حابين نعملوا فيه مزج بين الموسيقى والكوميديا والغناء وكل شيء ومام طوم بشاركوا الجمهور فما دي جون تالون نستقل مع سيد مدير مهرجان ومع الاخت مدير ثقافه وغيرها فما دي جون تالون باش نعطيهم فرصه يطلعوا معنا سيرسان ونعملوا لهم كونتاكت مع الببليك وباش يغنيوا معنا وباش يفتكوا معنا وممكن هذه خاصيه جديده ما تخدمتش في العروض قبل تشريك معنا لي جون تالون هذوما في العرض نتاعنا ان شاء الله. اخو شعب شكون؟ التوانسه وتعرفش علاش؟ نقول لكم علاش؟ اخو شعب في العالم عمل ثوره ما فماش في العالم اش معناها مرضي ثلاثه عملوا ثوره بدات بشويه بشويه خرجت بقيه السلطه قالوا لنا فما كوفر فيو يبدا الثمانيه الثمانيه غير ربع البواطات الكل معبي في تونس رانا شعب خفيف وشتروان السته يوفى الكوفر فيو السته غير ربع تقال كلها خارجه شيخه ملا تونس اهلا بيك يا ودي بوشربان شعب عظيم احنا الشعب الوحيد وانا توا قاعد نخمم من بدايه هذه حكايه مقاومه الفساد يوسف الشاهد البس كمبه وبدا يطيح فيها على بعضها لا خايف من حاجه من هنا لاخر عام ديسمبر ظهر لي باش نقعدوا شعب وحتى بلا مسؤولين لا ترخصي ولا تهوني نفديك روحي وفاس ماما عيوني نحميك ملي يريد لك الدوني يا غالية يا ملقدر العالي يا غالية
بالله واش جرالك متغير امي شكون غير حالك كيفاش كنتي زاهية بدلالك واليوم تبكي بكاك غير حالي يا غالية. طبعا غالية هي تونس هي بلادنا العزيزة هي الهوارية هي بنزرت هي الكيف هي جدوبة هي بلادنا الكل حصيله غالية تقعد يبقى تونس وإن شاء الله جمهورنا العزيز يعدي ليلة حلوة حلوة مش نورمال وانتم إجاو خذوا دي سيكونس يقعدوا للذكرى. الكل عائلة واحدة الكل نحب الناس كل تغنيو باقي ما تعرفي هذا العشق وسرارة نص الدرب محتارة هذا العشق وسرارة والسهر افتتاح صالون مدينة الهوارية للفنون التشكيلية بمعرض تونس في الذاكرة للفنان عمر عبادة حرز الله. أثناء المشاركة متاعنا في متاعي في مهرجان الصيف هي قدمت مجموعة من الصور القديمة اللي هي تعود إلى أوائل القرن اللي هو المعرض اسمه تونس في الذاكرة. فيه المدن الكل برسك اللي صوروها القدم المصورين القدم هي مرحلة متاع تاريخ متاع الصورة الفوتوغرافية في تونس اللي هذه تورينا احنا اللباس التونسي الحياة الاجتماعية المعمار متاع تونس كيفاش كان تونس كيفاش كانت الحضارات واذا احنا ما فماش تاريخ ما فماش بلاد ما فماش تقدم. وقد تم تكريم عائلة الفقيد الفنان التشكيلي عليا بن طالب. الفنان التشكيلي توفى سنة 2008 عنده عديد الانتاجات وعديد الرسوم ما توفرتش الفرصة باش يتعرض الأعمال متاعه هذه كلها كانت مدفونة بين ظفرين جات الفرصة مواتية في المهرجان هذا باش معنا فمو خيان عاونونا باش عرضوا الأعمال هذه وبكل صراحة معنا مناسبة مستنا معنا في الصميم وأحياتنا شوية ورجعت لنا برشا ذكريات الوالد الله يرحمه. هذا شيء يسرني برشا ونشكر الخيان اللي معناتها حبوا يكرموه وهو إنسان طيب برشا ويعمل الخير مع الناس كلكية ويحب الخير للناس كلكية ويحب ينهض بالبلاد من اللي هو صغير وديما يعاون في ولاد البلاد وإن شاء الله ربي يرحمه. اختارت جمعية مهرجان الصيف بالهوارية المنظمة لهذه التظاهرة أن يحمل هذا المهرجان بعداً سياحياً من خلال استقبال وفد سياحي وتقديم الأكلات الهوارية بكل ما تحمله من عادات وطقوس في الطبخ تجسد الموروث الحضاري لهذه المنطقة. رأي في نطاق فعاليات المهرجان الصيف في الدورة 50 متاعه وإحنا نحب في كل مناسبة كما هذه نبرمجوا وننظموا يوم سياحي خاص بالسياح
مرة كل مرة وشنو النومبر متاع السياح اللي يجيبوه من جنسيات مختلفة، كما اليوم عنا رواسة وعنا تشيكيين وعنا حتى فرنسيين موجودين نعرفوا بالمنتوج الفلاحي متاعنا، هزيناهم للموقع الأثري كركوان، مشينا شفنا السجرة متاع الشرف اللي تقريبا عمرها 3000 سنة السجرة الفينيقية، ولا مش نفطروا بعد مش نوريهم المغاور البنيه نتاعنا مثل الهواريه، وان شاء الله نعملوا بهم ديمونستراسيون عرض فرجوي في البيزره اللي هو الساس نتاع مهرجان، ومن بعد يرجعوا للنزل اللي هما في الحمامات موجودين، النزل نتاعنا في الحمامات هذا كله ترويج تشجيع للسياحة الثقافية، ترويج للسياحة الفلاحية والسياحة البيئية. الهوارية من أروع ما عندنا في السياحة البيئية، مناطقنا نسميهم مناطق داخلية في النسبة للوطن القبلي، فرصة لهم وما احنا باش نعرفوا بهم، وهذيك هي كسياحة وكثقافة وككل هذيك هي خدمتنا احنا نروجوا ونعرفوا بالجهات متاعنا. أكل الهوارية هي متنوعة في برشا فاريتي، لكن حابين اليوم نعملوا حاجة تكون سبيسيال، يعني مش كل يوم ناكلوها وتتاكل عند ناس يعني معينين، مثلا كيما الكسسي الناس كل كانوا يعرفوه الكسسي، لكن هذا كسسي سبيسيال، كسسي دراع، يعني ناخذ دراع نرحيوه ونخدموه يجي هكا، نورمال مون ناخذ سقاء، ما عندكش اللي يحب يحط من الكليونات يزيد يحط الحوت على شيره وحده، هذا كسسي دراع على فكرة بالمناني، تحط دراع وزيدوا سقاء ما هنا يتزاد سقاء، فهمني؟ وهذا عنا بلا ثاني، عنا شكشوكة قراع وفول بالخديد، هذا يعملوه يعني الناس يعني الكبارات مثل الحراير الحبار الناس الكبار، أصلا متورثينه على جدودنا وعلى جداتنا. وما هنا عنا كان تزيد شوفوا ما هنا عنا هذا عصبان كلامار، عصبان محشي، هذا كلامار محشي بالفرويد مار، يتخدم مرقة ببطاطا وكذا، ولكن بالطبيعة السلطة المشوية المشهورة بها المنطقة طابونة، يعني حاجة عربي حاجة طعم 66 كيف بالطبيعة بالطن تاعنا نتاع المنطقة موجود في بلادنا احنا. هذا الكل خاص بمهرجان الصيف. هذا حاولنا هكا نعملوا مطبخ نوعا ما هواري، هو مطبخ هواري متنوع في برشا حاجات، كان حبينا نعملوا حاجه تكون يعني تعرف نوعا ما بالهواريه وبالخصوصيات الهواريه، خاطر شي كيما كسلي دروع هذا نجم نطيبوا بالمنان، نجم نطيبوا بالشلبه، نجم نطيبوا برشا انواع تاع حوت، لكن يلزم يعرفوا شكون يعرف شكون يطيبوا، كيما شكشوكه القراع هذه بالخديد ولا كيما عصبان الكلامه. دوبرتين يا اعجبتني تونس، البحر جميل، النزل جيد، الطقس رائع، سأعود في سبتمبر إن شاء الله. يطير يطير بالحب طيار، أرض المحبة فارحة بحلومة، وأرض المحبة زاهية بحلومة، مزيان من الجبل مختار، وفي الوطن غالي سومة، حبيب وعشق الأحرار، ولا حد يقدر يلوم من جابر حتى الكبار، وفي تونس تنسى هموم. الطير الطير مثل مشعاري، مع الورد مع الجبل عندي حكاية، والاثنين هما حبابي، والرب أعلى البداية، أنا عشت طيور البراري، وللحاج وللباش حسن الرباية، من الفجر من الفجر ظليت ساري، وفي الجبل في الجبل يقوى الهنايا. أزيل الستار على الدورة 50 لمهرجان الصيف، حيث تميزت هذه الدورة بثراء وتنوع برامجها، عروض ثقافية، ندوات فكرية، بالإضافة إلى المسابقة الأساسية البيزرة أي الصيد بطائر الصيف، هذا التقليد المتوارث بالجهة أبا عن جد. دورة متميزة شهدت إقبال عديد الزائرين من مختلف المناطق التونسية وتوافد السياح،